المفيد للرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي، المرحلة الثانية، الدرس 21، قياس الزمان 2، الصفحتين 63 و64. أهداف هذه الحصة جمع وطرح مدد زمنية معبر عنها بالساعات والدقائق والثواني. إذن الحصة السابقة تعرفنا على في الدرس تعرفنا على الساعات والدقائق والثواني والرموز نتاعهم. اذا اذا التمرين الاول، اكملوا الجدول. اذا عندنا الساعه الان مثلا 9، 6:30، 11:15، 8:45. اذا قبل نصف ساعه شحال غيكون الوقت، ثم بعد نصف ساعة شحال غادي يكون الوقت؟ هذا هو السؤال. إذا هنا غادي دونك خصنا الساعة. إذا عندنا 9، نشوفوا الحالة الأولى 9، يعني 9:00. نعم. إلى بعد 30 دقيقة شنو غادي تولي؟ غتولي 9 ديال الدقائق. دونك 9 ونص. إذا هنا بعد 9 والنصف 30 دقيقة. إذن قبل نصف ساعة، قبل نصف ساعة، إذن عندنا 9. إذن شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نحاولو ساعة، غادي نحولوها 60 مينيت وعاد نقصو. إذن دابا هادي إلا حولناها غتولي 8 60 مينيت، ولا نقصنا منها 30 مينيت غتولي 30 مينيت، غتولي عندنا 38 مينيت. هي باينه ولكن حنا خصنا طريقه، الطريقه اللي غنعتمدوها هي هذه. اذا غادي تكون عندنا 38 مينيت، 38 مينيت صافي. اذا الحاله الثانيه عندنا 6:30، قبل نص ساعة شحال غتكون؟ باينة السادسة تماما، السادسة تماما، وبعد نصف ساعة غتكون 7 تماما. هذه ما نحتاجو لا نطرحو ولا نزيد صافي. بالنسبة للحالة الثالثة عندنا 11:15، إذا 11:15 إلا زدنا 30 نصف ساعة هي 30 دقيقة. إذا إن شاء الله تعطينا 45 دقيقة. 11:45. بالنسبة قبل عندنا 11:15، غادي نحولو هادي غتولي 10:75. باش نقصو منها 30 دقيقة. إذا خدينا ساعة اللي كتساوي 60 مينيت وحولناها للمينيت باش نديرو الفرق ديال 30 مينيت. إذا غتعطينا 45 مينيت. إذا 10:45. إذا 10:45. إذا الحالة الثالثة، الحالة الأخيرة عفوا، هنا غادي نستعملو العملية. إذا عندنا 8:20، يعني 8:45 دقيقة، غادي نزيدو عليها 30 دقيقة. إذا غتعطينا 75 دقيقة. إذا دابا هنا 75 دقيقة، 60 دقيقة كتساوي ساعة. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نخلي هنا 15 دقيقة، وغادي نرجع هنايا ساعة غتولي 21. إذا هي 9:15. هادشي بعد، إذا بعد نصف ساعة، إذا 21 هي 9:15. بالنسبة للحالة ديال الآخر، دونك عندنا هادي باينة، غادي نقصو نصف ساعة من 45، غادي تعطينا 15، إذا 8:15 صافي.
إذن إذا كانت باينة غنحسبوها ديريكت، إذا كانت المسألة كتستلزم عملية نديرو عملية، هذا هو اللي كاين. إذن التمرين الثاني، انطلق صاحب سيارتي من مدينة الصويرة على الساعة. إذن دائما المسائل كنقولو تمثيلها يسهلها، تمثيلها يسهلها يسهلها. إذن عندنا صاحب السيارة غنطلق من مدينة الصويرة على معايش مع العشرة وعشرين ميل وعشرين ميل اتجاه لمدينة أسفي. إذا استغرق ساعة وخمسة وعشرون دقيقة، إذا هو غادي يستغرق في هذه المدة هنايا ساعة وخمسة وعشرين مينيت. إذا خلال هذا السفر من هنا لهنا عنده ساعة وخمسة وعشرين مينيت. السؤال، في أي ساعة سيصل إلى مدينة أسفي؟ هذا هو السؤال. إذا شنو نديرو؟ طبيعة الحال غنديرو عملية الجمع. نعم، غادي نجمعوهم. هذه حقبة زمنية، مدة، غادي نزيدوها على التوقيت. إذا هنايا غنديرو عملية الجمع. إذا عندنا العاشرة، وعشرين دقيقة، غادي نزيدو عليها ساعة وخمسة وعشرون دقيقة، نشوفو النتيجة شنا تعطينا. إذن بالمينيت شحال تعطينا بالمينيت؟ غادي تعطينا خمسة وعشرون وهو أربعون. إذن هو إحدى عشر. إذن هذا هو الوقت. إذن ساعة الوصول إليه. صافي، إذن 11:45 دقيقة سيصل إلى مدينة أسفي. ننتقل إلى التمرين ثلاثة. يستغرق السيد عبد السلام 3:30 ليذهب من مدينة العيون إلى مدينة طنطان. في أي ساعة يجب عليه أن ينطلق من مدينة العيون ليصل إلى، إذا نمثلو، نمثل لكي سهولة علينا فهم المسألة. إذا هنا عندنا إحنا السفر كاين عندنا منين؟ مدينة العيون إلى مدينة طنطان. إلى مدينة طنطان. إذن هو شحال كيستغرق؟ كيستغرق 3 سوايع و30 دقيقة. ثلاثة سوايع وثلاثين دقيقة، هذه المدة، هذه الحقبة الزمنية، المدة. في أي ساعة يجب عليه؟ إذن هنا كيسولونا معايش غنطلق، قبيلة سولونا معايش غادي يوصل، دابا سولونا على ساعة الانطلاق، مع العلم بأن ساعة الوصول عندنا هي الوحدة 13:00 مينيت. غادي نقصو هذه من هنا. إذن هنا خصنا عملية الطرح ماشي عملية الجمع، صافي. إذن غنقومو بالعملية كيما هذه العكس لهذه. إذن عندنا 13:00 مينيت ناقص 3 ديال السوايع و 30 مينيت. هنا شنو خصنا ندير؟ طرح بلاتي. واخا يلا صفر ناقص بلاتي بلاتي. لا هنايا الزمن راه ماشي هو المعادلة ولا بلاتي. هنا ماشي الزمن، خصك هادي، هذا دايما خصو يكون كبير، مفيش الاحتفاظ وانا نزيدو الواحد. لا هنا كيكون غير داك الاحتفاظ كيكون غير في العملية. هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا ساعة نحولوها للاخر. دونك هنا عوض ما تبقى عندنا زيرو مينيت، غادي نحيدو زيرو مينيت وشحال نردوها؟ 60 مينيت. وغادي نحيدو 13 ساعة وغنردوها 12. صافي، باش ديك الساعة العملية صافي. واش واضح؟ إذا هذا كيتسمى التغيير. قبل ما دير عملية الطرح في الزمن خصك دير التغيير. خدينا ساعة اللي كتساوي 60 مينيت وحولناها. إذا دابا نقدرو نديرو العملية بكل هدوء. صفر ناقص صفر صفر، 6 ناقص 3 3، 2 ناقص 3 لا يمكن، 12 نزيد الواحد، 12 ناقص 3 4، 12 ناقص 3 9، 1 ناقص 1 0. إذن هذه هي ساعة الانطلاق. إذن ساعة الانطلاق هي 9. إذا بغينا نتأكدو شنو نديرو؟ غناخدو ساعة الانطلاق ونزيدو عليها الحقبة الزمنية ولا المدة الزمنية المستغرقة، ونلقاو بأن غادي يوصل مع الوحدة. صافي.
باينة هانت 9:30 إلا زدنا عليها نص ساعة شحال غتعطينا؟ 10 ولا زدنا 3 السوايع على 10 غتعطينا 13 3 السوايع 13 إذا هي هادي صافي إذا صح. إذا ننتقل إلى التمرين 4 التمرين 4 يقول أنجز العمليات التالية. إذا هنا عندنا عملية الجمع. إذا العملية الأولى عندنا المينيت، إذا هنا نزلوا المينيت ونزلوا الساعات، وهنا نزلوا السكوند ونزلوا المينيت ونزلوا الساعات ونزلوا الساعات، وهنا السكوند وهنا المينيت وهنا الساعات. إذا نقوموا بالعملية دابا. 5 + 0 = 5 3 + 4 = 7 3 + 1 = 4 مزيان. ولكن بلات دابا هنا حنا لقينا سميتو لقينا شحال ديال الوقت، ولكن 75 مينيت شنو نقدروا نديروا ليها؟ 75 مينيت نقدروا نحولوها للسكوند للساعات. إذا علاش؟ لأن 75 شنو كتساوي؟ كتساوي 60 زائد 15 زائد 15 هذه كتساوي ساعة، وغتبقى لنا 15 مينيت. إذا دابا شنو نقدروا نديروا؟ غادي نديروا هنا 15 وغنديروا هنا 5 ساعات. هذا تحويل تغيير صافي. إذا نقوموا بالعملية الموالية. 30 سكوند زائد لا شيء 30 سكوند 4 زائد 5 9 4 + 4 = 8 0 + 9 = 0 3 + لا شيء 3. إذن عاوتاني فين عندنا التغيير؟ هنا ما عندناش مشكل لأن صغر من 60. إذن شنو كنديرو؟ كنراقبو ديما كنراقبو سميتو كنراقبو الثواني واش صغر من 60. إذا كانت صغر من 60 كنخليوها، كانت كبر من 60 أو يساوي كانت كبر من 60 أو يساوي كنحولوها الساعات. إذا هذه ما عندناش مشكل، إذا هذه غتبقى هي هي. هذه لا، هذه عندنا 89 كبر من 60. إذا شنو نديروا ليها؟ هي 60 زائد 29. إذا شنو غادي تولي النتيجة؟ غادي تولي 29 مينيت وهنايا غتولي 40 ساعة. كانت 39 ساعة صافي؟ نعم. يلا ندوزو للعملية. حتى هذه نقدروا نحولوها لأيام ولكن ماشي مشكلة. 0 + 4 = 4 3 + 4 = 7 5 + 5 = 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 5 + 1 = 6 7 = 8 2 + 1 = 3 دونك غنشوفو دابا 74 كبيرة. إذا كبر من 60 من 60. وبلاتي شنو غادي نديرو هنا؟ غادي ناخدو 74 إلا بغينا نحولوها شحال غتبقى من 60؟ 14. غادي تولي عندنا ديك الساعة شحال؟ تولي عندنا مينيت غتولي 81 وهنا 3 ساعات. تحويل الموالية على مستوى المينيت، مينيت غتولي عندي هنا 21 هنا 14 سكوند غتبقى هي هي 4 سوايع. إذا هي النتيجة النهائية. إذا غتولي عندنا إذا غنكتبوها غير هنايا 4 ديال الساعات 21 مينيت و14 ديال السكوند صافي. واخا ما قالوا لناش إجراء التحويلات ولكن حنا جريناها باش نستافدو من التمرين. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي. التمرين الموالي في عملية الطرح. هنا كاين خطأ، هنا عملية الطرح ماشي الزائد، الفرق حتى هنا خص الفرق صافي. نعم هنا ماشي الزائد، كتبوها بشي لون باش يبان ناقص. السؤال: أنجز عملية طرح المدد ثم قم بالتغيير الضروري. إذا شنو غادي نديرو؟ إذا أول حاجة غادي نديرو التغيير الضروري. شنو هو التغيير الضروري؟ عندي 10 صغر من 30. إذا ما يمكنش ندير العملية. عملية الطرح ما نقدر نديرها إلا إذا كان هذا المينيت أكبر من ديال هذا أكبر من هذا ضروري. إذا هنا كيتفرض عليا ندير التغيير. شنو غادي ندير؟ غنحول ساعة. لا لا إذا شحال تولي ليا؟ 11 ساعة و70 مينيت.
دابا عاد نقوم بعملية الفرق. إذن دابا سبع صفر ناقص صفر 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 سبعة, سبعة ناقص ثلاثة أربعة إحدى عشر ناقص خمسة واحد واحد ناقص خمسة نعم إحدى عشر ناقص خمسة ستة واحد ناقص واحد صفر إذن ستة. إذن النتيجة دابا عملية الطرح هي هادي. دابا نقدروا نجيو هنا ونقولوا ست ساعات وأربعون دقيقة صافي. إذا دابا هادي غير عملية التحويل، أما النتيجة هي هادي. غادي نديرو نفس الشيء هنا، عندي عشرين صغر من خمسين، إذا كنضطر ندير عملية التغيير. نعم. شحال تولي هنا؟ ثمانية ساعات، وهنايا واحد وعشرين، لا إذا هنا ساعة، ساعة كنعرفوها ستين دقيقة، ستين دقيقة نزيدوها لعشرين دقيقة تعطينا 80 دقيقة. عاد نقوم بعملية صفر ناقص صفر صفر، ثمانية ناقص خمسة ثلاثة، ثمانية ناقص أربعة أربعة، إذا أربع ساعات وثلاثون دقيقة. إذا هذه هي النتيجة ديال الطرح. ننتقل إلى التمرين الموالي. تمرين ستة يقول رتب المدد الزمنية ترتيبا تزايديا بكتابة الأرقام من واحد إلى أربعة. إذا هنا خصنا نفهمو، إذا هادو باش نرتبوهم خصنا نحولوهم ميبقاوش حروف، إذا كلهم نديروهم على شكل أرقام، على شكل يعني على شكل أرقام. هادي ثلاث ساعات والربع، ماذا تعني ثلاث ساعات والربع؟ ثلاثة ديال السوايع وخمسطاشر دقيقة. نعم، إذا هادي الأولى. الثانية ساعة، ساعة وثلاثة أربع ساعة، ساعة هادي ساعة وثلاثة أربع ساعة، يعني ثلاثة ديال الخمسطاش هي خمسة، هي خمسة وعشرين، خمسة وربعين، خمسة وربعين. إذا خمسة وربعين مينيت. هذه الحالة الثانية، هذه ساعتان وثلاثون دقيقة، هذه أربع ساعات. نكتبوهم باش نرتبوهم، باش غادي نديرو المقارنة. إذا إلا جينا نرتبو شنو خصنا نشوفو؟ شوفو الدقائق ولا الساعات؟ شوفو الدقائق ولا الساعات؟ ساعات، ساعات، لأن الساعات هما اللي كيحكموا. إلا لقينا، إذا هنا عندنا أربعة الساعات، هنا عندنا جوج ساعات، هنا ساعة، وهنا ثلاث ساعات. من هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. تزايديا، إذا قالوا لي تزايديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا هذه ساعة، بلا ما نشوف المينيت دابا. واحد جوج ثلاثة أربعة. الأمر تحسم في الساعات، لأن الساعة فيها ستة مينيت. إذا دابا غتجينا الأولى هي هذه، ثم من بعد منها الثانية هي هذه، ثم هذه، والرابعة هي، ثم في النهاية هذه هي أكبر مدة زمنية. إذا ننتقل إلى التمرين رقم سبعة. حقق المتسابقون في سباق بالتناوب أربع مرات 400 متر الأوقات التالية. إذا نفهموا التمرين. إذا أربع مرات حقق المتسابقون، إذا عندنا مسافة فيها تقريبا أربع مرات، يعني غادي ينطلقوا مثلا غادي ينطلقوا غادي دونك عندنا أربعة ديال 400 متر، 400 متر، 400 متر في كل مرحلة 400 متر. إذا المتسابق الأول هذا كيتسمى هذا كيتسمى السباق التناوب طيموان بالشاهد، كل واحد دابا كيجري 400 متر وكيعطي واحد الطيموان للمتسابق الموالي، ثم الاخر كيعطي حتى اذا هنا بحال كيتعاونوا على السباق. اذا هنا المتسابق الاول استغرق 48 سكوند، المتسابق الثاني 49 سكوند، المتسابق الثالث 47 سكوند، والمتسابق الرابع 46 سكوند. إذا السؤال، ما هي المدة الزمنية بالدقائق والثواني التي حققها الفريق؟ إذا هذا فريق، إذا حنا بغينا نعرفوا المدة الزمنية المستغرقة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول. إذا شنو غادي نديرو بطبيعة الحال؟ غادي نجمعو. إذا المدة الزمنية غتكون هي 48 زائد 49 زائد 47 زائد 46 سكوند. نشوف شحال غادي تعطينا، نحسبوها عموديا. 48 زائد
49 زائد 47 زائد 46 8 زائد 9 17 والسبعة 24 والستة 3 4 في 4 16 3 190 سكوند. إذن هنا النتيجة هي 190 سكوند. ولكن انتبهوا للسؤال، شو قالوا لنا في السؤال؟ قال لك بالدقائق والثواني. نحولها الدقائق والثواني. إذن هنا قالوا لنا بالدقائق والثواني. إذن هنا الثواني راه محوله. لا نحولوا لي شاط ديال الثواني. إذن شنو غادي ندير؟ غادي نشوفوا هذه شحال فيها هاد الستينات. إذن عندنا 60 زائد 60 زائد 60 سكوند زائد شحال غيبقى من 180 زائد 10. إذن في النهاية شحال غتعطينا؟ 60 دقيقة سكوند زائد 60 سكوند زائد 60 سكوند هي 3 ديال المينيت والباقي 10 سكوند. إذن استغرق السباق 3 ديال الدقائق و10 ديال الثواني. إذن ننتقل إلى التمرين الأخير. يريد السيد كريم أن يشاهد في القناة الأولى برنامجا للمنوعات يبتدئ في الساعة 6:35 دقيقة. إذن هنا دائما التمثيل فاش يكون المسائل نمثلو. إذن السيد كريم دونك غادي يبدا البرنامج مع 6:35 مينيت هو غادي يبدا يتفرج مع 6:35 ويستغرق ساعة. إذن مدة البرنامج غتكون هي 6:50 مينيت. بينما زوجته ترغب في مشاهدة فيلم في القناة الثانية يبتدئ في الساعة 8:15 دقيقة. إذن هنايا هي غادي يبدا البرنامج نتاعها مع 8. إذن ما عرفناش هنا فين ولكن نحدد واحد النقطة. إذن مع 8:15 مينيت. هل يمكن للسيد كريم أن يشاهد البرنامج برنامج المنوعات كاملا؟ إذن هنا شنو غادي ندير؟ دابا هو غادي يبدأ الفرجة ديالو مع 6:35. البرنامج غادي يستغرق هذا الشيء والزوجة ديالو غادي تبدأ تفرج في شي فيلم مع 8:15 دقيقة. السؤال هنا واش هو غادي يستطع يكمل البرنامج عاد تبدأ الزوجة نتاعو أو لا غادي تبدا هي تفرج في الوقت اللي هو مازال ما كمل. اذا غادي نجمعوا اولا غادي نديروا عمليه الجمع ديال توقيت بدايه كريم السيد كريم في مشاهده القناه الاولى في البرنامج الثاني ونزيدوا عليه ساعة و50 مينيت ونشوفوا واش غادي ينطابق مع الوقت اللي غتبدا زوجته او لا غيجي قبل او لا غيجي بعد. صافي إذا نديرو عملية الجمع. صفر خمسة زائد صفر خمسة 3 + 5 8 8 زائد 1 9 1 زائد لا شيء 1. شنو نديرو دابا؟ نحولو نحولو هذه ما خصناش دائما غير تلقى هذه كبر من 60 نضطروا للتحويل. اذا هي شحال غتكون؟ هي 60 زائد 25. اذا هنا غتجي 25 وهنايا الواحد غنزيدو هنا اذا 20. اذا دابا نقارن هذا الوقت اللي غيسالي فيه البرنامج وهذه الزوجه ديالو فاش تبدا البرنامج. واش غادي يكمل الفيلم؟ لا ما غاديش يكمل الفيلم لان هي الساعات هما هذوك المينيت هي المينيت البرنامج ديالو. اذا هنايا شنو غادي نقولوا؟ الجواب لا لان المدة لان وقت انتهاء البرنامج للسيد برنامج المنوعات السيد كريم.
إذن انتهاء برنامج منوعات للسيد كريم هو بعد بعد بداية فيلم الزوجة الفيلم. إذن أولا نقدروا نقولوا بتعبير أن بداية الفيلم قبل انتهاء البرنامج ديال السيد كريم. إذن حنا بينا عليها القيمة بأن البرنامج غادي ما ينتهي حتى 8:25 في الوقت اللي الفيلم غادي يبدا مع 8:15 دقيقة. إذن العملية الجمع هي اللي مهمة هنا. إذن ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول الزمان جوش للمفيد في الرياضيات.